والحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا مباشرة المحامي شحدة بن بري. أهلا وسهلا بك. بداية، لماذا اعتبرتم الإفطار الذي بادرت به نقابة المحامين في الجنوب بأنه مسيس؟ وليس فقط مسيس، هو أيضا استفزازي. إيه هذا اللقاء وهذا الإفطار الذي كان خارج كل الاعتبارات المهنية، حيث كنا على مدى السنين السابقة نلتقي ونتحدث حول رمضان وحول وضع المحامين العرب بمشاركة القضاء، وهذه المرة الأولى الذي يتم إدخال فيها عناصر شرطية مثل مسؤول المنطقة الجنوبية، قائد المنطقة الجنوبية للشرطة، ثم كانت نية أيضا لعقد لقاء بين رؤساء السلطات المحلية العربية للتحدث فيما بينهم حول التعايش المشترك بدون مشاركة أي يهودي. أي كان من المفروض أن يكون برنامج إضافي للقاء بين رؤساء السلطات المحلية للتحدث حول التعايش المشترك، هم لوحدهم يتحدثون عن اللقاء، عن اللقاءات والتعايش المشترك بدون يهود. لم تتم أيضا المشاورة كما تم في السابق مع المحامين العرب حول مضامين هذه الأمسية، لذلك هنالك من يرى بنفسه هو السيد والقائد وكل شيء، وهو يرتب الأمور ويضع البرنامج ويقول لنا تعالوا تفضلوا إلى مائدة الإفطار ثم ارحلوا، نعم اسمعونا ونحن نقرر حتى المضامين. ماذا فاجأكم بهذه المضامين؟ ما الذي فاجأكم؟ المضامين أولا الدعوة لقائد منطقة النقب، هذا الإنسان الذي بفضل أقواله وأقوال الشيخ مفتش الشرطة عمليا تمت الإساءة إلى سمعة عائلة كاملة ووسط كامل، وتم نسب إليه عمليات التخريب والانتماء إلى داعش وهدر دمه. هذا الإنسان المربي الفاضل الذي رحل ترك ليموت وينزف ويموت دون استدعاء أي حتى مساعدة طبية لتقديم العون الطبي محاولة إنقاذه، ثم قتله مرة أخرى عندما تم تسميته ووصفه بأنه مخرب ينتمي إلى داعش. لم يعتذر أحد من أفراد الشرطة على هذه الأقوال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن نرى في جوهر الأمور أنه لا مكان للشرطة في إفطار نقابي محامين. لا مكان لهم. هذا اجتماع، هل يدعو أفراد الشرطة عندما يقومون باحتفال معين المحامين للمشاركة في احتفالات؟ يعني أنتم قررتم عمل إفطار آخر، لمن وجهتم الدعوة هذه المرة؟ هذه المرة قمنا بإفطار بديل، وتمت دعوة المحامين العرب فقط وعلى حساب المحامين الخاص، أي أننا قمنا بهذا الإفطار البديل وكان مشاركة واسعة. للأسف الشديد الإفطار الذي قامت به نقابة المحامين كان خارج عن كل الأطر والاتفاقات وتقاليد إفطار رمضان، وكهذا كان مستفز جدا لمشاعر المحامين العرب. صحيح. نعم. هل اكتفيتم بالتنديد والاعتراض أم هناك خطوات أخرى ستقومون باتخاذها؟ أولا تم إصدار بيان أعلم بأن حكومة إسرائيل هي من الليكود، ومن يستحوذ على نقابة المحامين في النقب هم أعضاء بالليكود، وهم حولوا نقابة المحامين إلى فرع لحزب الليكود. ولكن نريد أيضا أن نثني على رؤساء المجالس المحلية العربية الذين قاطعوا إفطار نقابة المحامين بمشاركة الشرطة. هذا المساء
سيتم لقاء شبيه من قبل سلطة معينة محلية مع رئيس سلطة تطوير النقب، وهنالك أيضا احتجاج على إفطار هذا المساء هذا اليوم، هنالك أيضا وقفة احتجاجية ضد هذا الإفطار الذي يتم بمشاركة رئيس سلطة ما تسمى بتطوير عرب النقب، لأن لها دور هذه السلطة في هدم البيوت واقتلاع السكان من أراضيهم وحرث المزروعات ومصادرة المواشي والإبل، ولذلك هنالك أيضا استمرار لهذا الاحتجاج ليس فقط على في داخل نقابة المحامين وإنما خارج. طب شكرا لك جزيل الشكر المحامي شحدة بن بري، شكرا لك.